السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم قناة الاستماع والحن طريق النت. اليوم إن شاء الله سنقوم بشرح موقع جديد للتعديل العملات الرقمية. هذا الموقع شبيه بموقع فيس الصيني الذي يقوم بتعديل البيتكوين والإيثيريوم والدوجكوين والديجكوين وباقي من العملات الرقمية، ويعطيك هدية 100 ميجا أش للتعدين بالمجان، وله بعض الشروحات وبعض إثباتات السحب. وقبل أن نذهب إلى الموقع، نقوم إذا أعجبكم الفيديو فقوم بالضغط اشتراك أو لايك، جزاكم الله خيرا، أو الذهاب إلى المدونة لتعرف كل جديد. نذهب إلى الموقع. موقع كما هو سميته فليكس، موقع جديد ويدعم 4 عملات، يقوم بتعدين 4 عملات إضافة إلى تعدين جي هاش، تعدين نفسه كي تقوم طاقة أكبر من الطاقة التي أحطاها لك بالمجان. إذن قبل أن نبدأ الشرح، هذه واجهة الموقع. الآن أنا أقوم بتعدين الدولار لكي أشتري الجي أش. وشكل الموقع بسيط، وإذا أردت التسجيل فالموقع في طريقة تسجيل سهلة للغاية، إيميلك وباسوردك وكود الباكات باتشا وأوكي بدون تفعيل. إذن مميزات الموقع هو كالآتي: هذه صفحة رئيسية كما ترون، يعطيك 100 جي أش بالمجان كاتوي، وعدد استثماراته 64388 ألف دولار، وعدد التعدين اللي فيها 51,024,994 جي أش. عدد الناس اللي داخلين ليه 415,720 واحد، وله عدة فيديوهات وعدة إثباتات السحب، والناس اللي داخلين ليه العدد السعادي 10 ناس. هذه الصفحة الرسمية تاعته. هذه إذا بغيتي تعدل بيتكوين، ديجوين، لايتكوين والدولار. أنا حاط الدولار هنايا باش نشري جي اش، باش نقوم بتعدين يكون يعطيني قدرة كبيرة أكثر من الأول. إذا نذهب إلى شراء جي اش. إذا شراء جي اش تقوم لا عندك في المحفظة تاعتك، هذه في المحفظة تاعتك، لا عندك في المحفظة تاعتك، تقوم بحال مثلا 0.01، تحتك 2,684. إذا زدنا 0.1 تحتك 268، ولا زدنا 0.1 تحتك 26. الموقع بسيط، ودد تكليكي على باي وتصيفطك للصفحة، ودد المحفظة تاعتك
ويدعمها بعض العمولات الدولار والبيتكوين واللايتكوين والدوجكوين. إذن طريقة السحب كالآتي: لو وصلتي لألف دوجكوين دا تسحب، وصلتي لصفر فاصلة واحد لايتكوين دا تسحب، وصلتي لصفر فاصلة صفر صفر واحد تسحب، وصلتي لواحد دولار دا تسحب. هذا هو الحد الأدنى تاع السحب، والسحب دي يوصل لك في 48 ساعة. هذا السيبو، هذا لابوتي الإيداع، وصافي هادشي اللي كاين فيه. إذا كما قلت لكم، هذا الموقع هذا بسيط في الشكل تاعو. لابوتي تبدل الواقع هذه وتنزل الواقع هذه مثلا في هاكا، وتنزلها وتمشي لهنايا وتطلعها هذه في هاكا. ماشي مشكل، نوعيكم يعني. احنا دزلنا هادي، احنا طلعنا تاع الدوت كوين، نطلعوها بحال هكايا. هادي هو كونفيرم، هاهو الدوت كوين ولا هو اللي خدام. اذا كيما شتو تنديرو لي تاني بحال هكايا، تنسلوه نديرو لي بحال هكا، نديرو لهدا بحال هكا، ندير لي هكا. ها كون هاي. اذا هذا كل شيء في الشرح، ولا عجبكم الفيديو قوموا بالضغط على الاشتراك او الضغط على اللايك او الدخول الى المدونه، مدونه استثمار ربح عن طريق المغرب، استثمار المغرب وربح عن طريق النت. ولا عجبكم الفيديو ضغطوا على الاشتراك او لايك. جزاكم الله خيرا، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.